الرحمن الرحيم، اهلا بكل حضراتكم. احيانا كلنا بنقع في الغلط، طبيعي، محدش فينا نبي معصوم، احنا بني ادمين اتخلقنا بنغلط وبنجاهد عشان ما نقعش في الغلط. بس يعني ساعات بتفلت مننا حاجات، مره نجيب في سيره حد، الصوت يعلى على حد من اهالينا او اخواتنا، ممكن الموضوع يتطور لان الاخ يقطع اخوه او الابن يقطع مع امه او ابوه، نرجع تعبانين من بره فننام مهدودين من غير ما نصلي، نقصر في تربيه ولادنا باي طريقه ما. مفيش حد معصوم من الغلط او الخطا، وكل الناس بدرجات متفاوته عندها اخطائها وهفواتها وزلاتها. بس الطبيعي انه الناس تغلط وتراجع نفسها كل شويه، يعني كل شويه نراجع نفسنا كده، ايه الغلط اللي احنا عملناه؟ وحتى لو فلان ده ما اعترفش قدام الناس ان هو غلطان، انما هو في قرارة نفسه يعني بينه وبين ربنا بيبقى عارف غلطه. ولو انسان طبيعي سوي عارف الصح من الغلط والحلال من الحرام، بيستغفر بقى ربنا كل شويه ويجدد ايمانه ويتوب يوماتي في صلاته او في دعواته عن الذنوب اللي بيقع فيها، وبيتمنى انه ايه ينظف نفسه اول باول، ويتمنى مع مرور الوقت والعمر وكل ما يكبر انه يقابل ربنا وهو راضي عنه، وانه يعني ربنا يرزقه بحسن الخاتمه، وانه يبقى مستعد للقاء سبحانه وتعالى وهو مش محمل ذنوب واخطاء، لانه مش هيبقى حملها في الاخره. المفروض يعني ان احنا عايشين كده. الغريبه بقى هو الناس اللي بتغلط وتكابر في الغلط وتقول ده مش غلط اساسا. الناس اللي ممكن تعمل ذنوب والذنب بيبقى متفق عليه ومعروف ان هو ذنب، يعني ذنب، فتلاقي واحد تقول لك لا ده عادي، ده مش ذنب ولا حاجه، ويقعدوا يدوروا على تبرير الغلط وللذنب ده، ويلوا دراع النصوص ويستشهدوا باراء شاذه، وتلاقي الناس ما تصدق تلاقي حد خرج بفتوى عجيبه بسند ضعيف علشان يمسك فيها بايده واسنانه ويعملها حجه قويه لتبرير الحرام والذنب والخطا. زي مثلا هديكم مثل بسيط عشان اقول لكم بس انا قصدي ايه. في مرة حد طلع قاعد يلوي المعنى الواضح في القرآن الكريم ويشطح في تفسير معنى كلمة فاجتنبوه في الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فطلع حد ما كده قاعد يتبحر في معنى اجتنبوه ويمط فيها يمين وشمال عشان يجيب لها معنى تاني غير معناها اللي هو واضح زي الشمس يا جماعة. يعني واضح، فاجتنبوه واضحة معروفة، إنما هو بقى عايز يجيب لها أي لفة عشان يقول إن الخمرة مش حرام، والناس تعمل شير لكلامه وما صدقوا إنه أي حد قال أي حاجة عشان تبرر لهم إن شرب الخمر حلال مش حرام، وخلقوا حالة من الجدال في موضوع خلصان خلصان من زمان والقرآن شرحه بمنتهى الوضوح. يعني مش عايزين حد يفسره أساسا، يعني أنا مش عايزة مفسر، أنا مش عايزة حد يفسر لي الآية دي، شيلوا كل المفسرين وشيلوا كل كتب التفسير، هي الآية مفسرة نفسها. لما يعني الآية فيها إن الخمر رجس من عمل الشيطان، ابعدوا كلمة اجتنبوه طيب خالص. لو أنت شايف بدماغك وبفهمك وبعيدا عن تفسير اي حد تاني انه ربنا سبحانه وتعالى لما يوصف حاجه ان هي رجس من عمل الشيطان، يعني واضحه، لو شايف ان الرجس من عمل الشيطان ده دي حاجه حلوه يعني، وده وصف لطيف وما فيهوش اي حرمانيه، يبقى بالف هنا على قلبك. خلاص انت شايف انها لطيفه وما فيهاش حاجه، انت واللي يمشي وراك بقى. ما تقوليش بقى فلان قال، فلان فسر، ده فلان افتى، ده فلان تفتق ذهنه لايه، ما تقولش. احنا عندنا جمله او ايه في القران الكريم شرحه نفسها بكلمات سهله ومفهومه، زي كده صباح الخير. ناس كده في فتره من الزمن طلعوا يقولوا لنا ايه، حرام تقولوا صباح الخير، قولوا السلام عليكم. فهيك لما اللي يجي يقول لي صباح الخير حرام والمفروض انا اصدقه، يبقى انا حره بقى، يعني انا بقى كده دماغي انا اللي تعباني. يعني صباح الخير، الصباح بتاع ربنا والخير. ففي ناس طلعت كده قالت لك لا ما تقولوش صباح الخير، قولوا السلام عليكم. فده مش المفروض اصدقه واصدق دماغي وعقلي، ولا حد برضو يجي يقول لي ايه اصل رجس من عمل الشيطان دي حلال والمفروض انا اصدقه برضو. لا ده كده ناس بتهرج في الناحيتين، فانتوا عاوزين تمشوها تهريج مشوها،
يعني رجس من عمل الشيطان دي حلال، مشوها حلال من نوع يعني كنوع من انواع التهريج. انما حدش يقول ده حرام ولا حلال، ولا حد يمسك في التهريج ده على اساس انه طوق النجاه. طلع لنا واحد قال لنا انه الخمر حلال الحمد لله، فانا هنشرب بقى. فيعني محدش يقول ان دي طوق نجاه لانه كده مش بينجي نفسه، ده بيغرق. فاحنا النهارده بقى احنا عايزين نتكلم على الناس دي اللي هم مين بقى، اللي القران وصفهم بان هم الصم والبكم والعمي. ربنا سبحانه وتعالى وصفهم في القران الكريم بهذا الوصف لان هم مش عاوزين يسمعوا ولا عاوزين يشوفوا ولا يصدقوا الصح. هم مش عاوزين يشوفوا ولا يسمعوا الا صوتهم بس، والا التبريرات الخايبه اللي بتبرر الاخطاء دي طول الوقت. مش عاوزين يصدقوا غير كده، فهم سادين ومغمضين. واي حد يا جماعه القران واضح اهو، انا ماليش دعوه بالشيخ فلان العلاني ولا ماليش دعوه، ده القران واضح خالص. فيقول لك ايه؟ لا 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 فلان. وما تيجي بقى انت تقول له ده فلان فسر، يقول لك لا انا ما باخدش التفسير، انا باخد من القران على طول، القران شرح نفسه. طب خلاص القران شرح نفسه، يقول لك ايه؟ لا ما هي فيها تفاسير تانية والناس طلعت تفاسير تانية. ده انتوا صم وبكم وعمي بقى رسمي. احنا هنسمع يعني شرح الآية الكريمة اللي فيها هذا المثل، ربنا يعني شبه بعض الناس بالصم والبكم والعمي، مع فضيلة الشيخ أشرف الفيل، اللي حضراتكم كمان تقدروا تصلوا بيه وتسألوه أي سؤال، بس بعد فاصل قصير. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. فضيله الشيخ اشرف الفيل، اهلا بحضرتك معانا، والحمد لله على السلامه. انت كنت تعبان والناس سالت عليك، الحمد لله على السلامه، انت كويس اهو، صحتك ان شاء الله زي الفل. مين هم الصم والبكم والعمي؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم اجمعين وبعد. الحقيقة في مثل القرآن الكريم في الآية 171 في سورة البقرة، ربنا يقول ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ده المثل. القرآن الكريم بيضرب المثل ده عشان يبين لنا حاجة مهمة جدا كلنا محتاجين نقولها، زي ما حضرتك تفضلتي في المقدمة بالظبط ووصفتيها التوصيف الدقيق لمسألة التقليد. إن إحنا بناخد بنقلد. حضرتك اتكلمت على ان الانسان يعني بيسمع فتوى كذا او كذا، لكن القران هنا بيجيبها بطريقه المثل. فبيقول الناس اللي قاعده تقلد عمال على بطال من غير ما تعمل اعمال مخ او تفهم او تقلد عالم او تقلد حد عنده ادله على ما يفعل، الناس دي عامله زي واحد راعي ماشي في الصحراء هو والغنم بتوعه. فالغنم بتوعه سبقوه، فهو الغنم رايح في الناحية اليمين وهو عايز ياخد الغنم الناحية الشمال، يعني خدوا الاتجاه أو الطريق يمين وهو عايز ياخد شمال. فالراجل الراعي ده قاعد يقول لهم يا جماعة خشوا شمال شوية، شمال في مين؟ طب شمال في طب الغنم هيفهموا إيه شمال في يمين في شرق في غرب؟ مش هيفهموا الكلام ده كله. فبيقول مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، اللي هو مين؟ اللي هو الراعي، بما لا يسمع، لأن التاني ما بيسمعش، هو سامع النعيق، هو بيفسره على انه نعيق صويت صريخ، هو زعيق بس مش عارف يفسر الكلمات. هيفسره ازاي؟ يعني الغنم هيفهم ازاي ان هو يقصد يقول لك لا شمال لا يمين؟ فبيقول القران، بيقول ان ساعات الغنم من كتر اعتياده على سماع صياحه ذلك الراعي احيانا يفهم ما يريد. ازاي؟ لما بيزعق قوي فيجي الغنم تمشي شمال، فيزود في الزعيق قوي، التون يعلى، فالغنم يفهم لوحده انه لا ده مش قصده كده، فيرجع الناحيه الثانيه، فيجرب يعني الناحيه الثانيه، وبعضهم يجرب وبعضهم ما يجربش. القران بقى بيضرب المثل ده، بيقول علينا احنا بقى وعلى بعض الناس اللي هي بتقلد تقليد اعمى دون فهم او علم. وبيقول يا جماعه ان التقليد هنا عندنا اربع انواع. تقليد الجاهل للجاهل، جاهل بيقلد جاهل. فالاثنين دول مش فاهمين حاجه ولا عارفين اي حاجه في اي حاجه، زي الغنم مع بعض، ده ماشي كده، ده ماشي قطيع، ده ماشي ورا ده وده ماشي ورا ده، فجاهل يقلد جاهل. وعالم يقلد عالم،
يعني عالم شايف واحد عالم زيه بيقلده في الخير وفي اعمال كذا وفي الاسلوب الكويس وفي الطريقه الكويسه وفي توصيل المعلومه وفي كذا، فهذا امر محمود. وعالم يقلد جاهل، يعني يجي واحد عالم ويبقى عنده علم ما شاء الله وكل حاجه، بس يلاقي واحد جاهل اللي هي شغله البلطجه، فما قصه بقى البلطجه يعني ان هو يجي فيقلد الجاهل. واحد راح يعمل مصلحه حكوميه مثلا زي حالاتي كده ولا بتاع، فيستخرج رخصه فيروح هناك فيقول لا انت لازم تدي الموظف 50 جنيه، لا انا مش هديله. لو انا عملت يبقى انا قلدت جاهلا. ايوه ممكن يغلس عليا ويأخر عليا وبتاع، ماشي، لو انا لكن لو انا عملت ده يبقى انا قلدت جاهلا. ادي حاجه. وفي جاهل يقلد عالم وهذا امر مقبول، يبقى في اتنين مقبولين، عالم يقلد عالم او جاهل يقلد عالم. انما الجاهل يقلد جاهل فالقران بيحكي دي بقى، بيقول خليكوا عارفين حاجه. احنا ناس قاعده قدام التلفزيون دلوقتي تسمع الشيخ اشرف والشيخ ابراهيم والشيخ كذا فلان والشيخ علان والشيخ تركان، فاحيانا بنقول لهم كالتالي: لا تاخذوا دينك الا لمن تثق في علمه. اثق في علمه ازاي؟ ان بيجي يقول لي ماده علميه او بيقول لي الحاجه والدليل عليها ان في القران ربنا بيقول كذا وفي السنه ربنا بيقول كذا. ادي نقطه. ساعات العالم يطلع يقول حاجه، الحاجة دي تبقى حاجة شاذة في الفكر، وشذوذ الفكر مفهوم للعامة للناس كلها. زي ما حضرتك قلتي، لو واحد جه دلوقتي قال لنا الخمر حلال، مين يقدر يصدق ان الخمر حلال والقرآن قال، مع انها حاجة تذهب العقل. فهذا العالم حتى لو هو معاه 100 دكتوراه خلاص ده موضوع انا ما اخدش منه. يبقى هذا اسمه تقليد الجاهل للعالم، ان هو لما بيجي يقلد المسألة. فالقرآن بيحكي المسألة ده، بيقول يا جماعة اوعى تعملوا كده، لان لو عملتوا كده هتبقى انتوا صم يوم القيامه، بقى هتقفوا صم بكم عم، يعني انتوا لا عارفين تتكلموا ولا عارفين تسمعوا ولا انتوا عارفين ان انتوا تشوفوا. فالانسان الجاهل فيه الصفات الثلاثه. الانسان الجاهل لا 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 لا, لا يسمع. يعني ايه لا يسمع؟ يعني لما تنصحه تقول له ما تعملش ده، هو اللي في دماغه مش هيعمل الا ده، حتى لو كان متعلم. مش قصدي جاهل ومتعلم، لا، يعني مجرد معاه حاجه كبيره قوي، شهادات عليا. لكن لما تيجي تنصحه وتقول له لمصلحتك انت اعمل كذا، لمصلحه اولادك اعمل كذا، لمصلحه جيرانك اعمل، لمصلحه المجتمع اعمل كذا، لا ما بيسمعش. ادي صم بكم، يعني لا يتكلم، يعني لا يعظوا الناس ولا يشرحوا الناس ولا يفهمهم، يعني بيعمل حاجه غلط، هو عارف انه بيعمل حاجه غلط، ما يقولوش ده بتعمل غلط. عمي يعني كأنه لا يرى ولا يسمع. هذا هو شرح للمثال. طيب اخد ايه معايا اتصال من هدى. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عايزة بس اسأل شيخ على حاجة. اتفضلي. هو في يوم وقفة عرفة اللي هو 2017 كان ابني يعني ايه ضايقني وكده، هو عمل ضايق اخته كده هو وزعلها في اليوم دوت، فانا دعيت عليه وقلت له ربنا يتعبك العمر كله زي ما تعبتها في اليوم دوت. ده مين؟ ايه؟ مين يقرب لك ايه؟ ابني. ابنك. فقلت له كده هوت، فقلت له ربنا يتعسك زي ما تعسكتها كده في اليوم دوت تتعسل العمر كله. فبعد كده قلت بعد الشر وكده هوت، بس هو في مشاكل، حاسه ان هو في مشاكل وفي تعاسه ومش كده هوت من ساعتها، هل ده من دعايا ولا لا؟ بس انا بدعي ربنا على طول ان يا رب تستجيب دعايا دوت وكده هوت، وبدعي له بان هو ما يتعسش ولا حاجه يعني. طيب فايه هل ده بس سبب دعايا ولا لا؟ حاضر يا هدى. حاضر. ام رشا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عايزه اسال حضره الشيخ على سؤال. اتفضلي. انا اختي اترمى عليها اليمين الثاني، يمين الطلاق، بقاله 3 شهور دلوقتي يقع يعني بالتليفون، هو جوزها اتصل بها بالتليفون ورمى عليها. وهو حاليا يعني عايز يطلقها الطلقه الثالثه، وهم ليهم 2 سنين متجوزين بسبب حاجه، يعني ان هي كانت عارفه سب قبل الجواز، وهو لما خطبها قالت له ووافق، فالشخص ده بعد ما اتجوزت اختي يعني جاء زارهم في البيت. فهي سلمت عليه، عشان سلمت عليه راح مساها ورمى عليها اليمين الثاني. الثاني؟ الثاني. يعني هو عايز يرجعها؟ لا، هو حاليا عايز يطلقها، بس انا يعني انا اختها الكبيره، فانا مش عايزه الموضوع يعني تتطلق وكده، هي ليها 2 سنين. يعني هو رمى عليها اليمين، قال لها كده صريحه انت طالق، وهو عايز دلوقتي يطلقها، مش عايز يكمل معاه. هو دلوقتي عايز، هو رماها في التليفون، هي كانت في بيت ابوها ورن عليها في التليفون رماها عليها
تليفون. ماشي يا ام رشا، وانتوا ما حاولتوش تصلحوا بينهم ولا وايه اللي دخل الراجل ده اصلا البيت؟ هو ابن عمتهم هما الاثنين، يعني ابن عم جوزها والشخص ده يعني، وهو خاطب يعني الشخص ده برضو خاطب. لا بيتفك لها. ماشي يا ام رشا. طيب هدى قالت لابنها ربنا يتعسك زي ما تعست بنتي، وبتقول لك من ساعتها وهو في مشاكل، مع ان هي وهي بتقول من وراء قلبها اللي هو الدعاء ايه، ربنا يتعسك يا رب، لا ما تتعسوش بس يعني كده. طبعا حضرتك اكيد تنصح الامهات ان هم ما يدعوش على اولادهم، بس هي بتقول لك يعني انا السبب ولا ايه؟ قد يكون هذا امر علم عند الله سبحانه وتعالى. هي دعت على ابنها، هل استجاب الله او لم يستجيب؟ هذا في علم الله سبحانه وتعالى. لكن المفهوم من ده انه نتعلم الدرس بقى، لا تدعوا على ابنائكم، يعني ما ينفعش حد يدعي على ابنه بدل ما تقول يتعسك، قول ربنا يهديك، ربنا يستر حالك، روح يا شيخ ربنا يهديك. يعني خلينا نختار الالفاظ الحسنه اللي هي ما توديناش في حته زي ديك او في موضوع زي كده، لان هي اصبحت في موطن الريبه من هذا الامر. لكن عايز اقول بس حاجه، ان التعاسه اللي فيها الابن او اللي فيها الولد دلوقتي هي من جراء اعماله، يعني من جراء اعماله اللي هو بيعملها، اللي هو حياته اللي هو بيعملها والمشاكل يعني اللي لازم ندور على الاسباب. لازم ندور على الاسباب، مش لازم دعوه الام. لكن نقدر نقول ان ربنا سبحانه وتعالى عشان يرفع ده بيحتاجين ان احنا نكثر من الاستغفار، فقلتوا استغفروا ربكم انه كان غفارا، يعني ربنا يغفر لنا. فانت محتاجه تستغفري، وابنك كمان محتاج ان هو يستغفر. واحنا عندنا القاعده الثابته ان الاعمال ترفع الاحوال، يعني لما يكون عندنا احوال في البيت ومشاكل وبتاع وكلام زي كده، نشتغل في الاعمال. ايه الاعمال؟ الاعمال اللي هي الصلاه، الاعمال اللي هي القران، الاعمال اللي هي الذكر، اللي هي الطاعه، اللي هي البر، اللي هي عمل الخير، دي اسمها اعمال. لما يبقى عندنا احوال في البيت مش كويسه بقى، والعلم مش مظبوطه، والدنيا مش مترتبه، ومشاكل ملهاش اول والاخر، نهرب بعيدا عن هذه المشكلات ونجري ندخل في الاعمال. نشوف اوقات الصلوات نصلي، نفتح المصحف نقرا قران، نفتح سوره البقره، النبي قال اقراوا البقره وآل عمران، والنبي عليه الصلاه والسلام باين ان يديلك دولك الزهراوين، ده حاجه نور يعني تضيء لك البيت والمكان وكذا. فنهرب من ده ونجري في الاعمال، وهذه الاعمال سترفع بالطبع هذه الاحوال. جميل. ان شاء الله. طيب ام رشا بقى اللي عايزه اختها ما تتطلقش، يعني هي اللي بتتصل وكده، هل يجوز ان هي تتصل وتقول لك انا مش عايزه اليمين ده يقع او كده؟ لا، هو مش عايزه اليمين يقع، هي عايزه، هي بتدور على طريقه تحل بيها الاشكاليه دي. تمام. هي طريقه حل الاشكاليه دي يبدو ان الموضوع قبلي او يعني عادات وتقاليد معينه في منطقتهم، ان طبعا هو عندنا احنا في صعيد مصر كل واحد بياخد بنت عمه وبنت عمته وابن عمه، وكلهم بيبقى شبكه مع بعض، فلان كان هياخد فلانه بعد كده سابها خدها ابن عمه الثاني، ودي قصه معروفه. المفروض ان حد من الكبار يشرح له المساله دي، ان المساله كل واحده في الدنيا اتخطبت 100 مره. انا عارفه. هل انا لو انا دلوقتي زوجتي دي جت دلوقتي هاتي ده انا اتخطبت قبل منك لفلان وفلان وفلان، هروح انا اطخ فلان وفلان ده؟ لا، بس جت سلمت على فلان ده اللي هو ابن عمتها. بس خلاص، ما هو ده دي القصه بقى. القصه لو جت لو واحد كان خاطبها بعيدا عنهم خالص وجي يسلم عليهم، لا ده كلام فيه ريبه. لكن ده ابن عمتها، يعني هناك صله رحم، يعني هناك سبب من الاسباب التي ادت الى الزياره. صحيح. اللي هي صله الرحم. فده عايز يتفهم المساله بهذه الصوره او بهذه الطريقه. انما من ناحيه الطلاق واقع، احنا عندنا طبعا في مذهب حديث دلوقتي في العصر الحديث بيتكلموا على مساله الطلاق الشفهي هل يقع او لا يقع. الازهر طبعا يقول ان الطلاق الشفهي واقع. ليه؟ عشان الانسان ما يستهينش بمساله الطلاق، وان الناس تبقى فاهمه وما تبقاش الست هي بتقول لك انه فرق من التليفون او من انه في الشهر. لا ما يفرقش، لا ما يفرقش، ده ما بيفرقش ده من التليفون، خلاص ده عقد النيه واطلق اللفظ خلاص وقع الطلاق. بس يعني اللي يفرق انه نيته ساعتها. نيته دي بقى بندخل فيها بقى في مذاهب اخرى عشان نحل الموضوع. بس هو كانت القيمه الفعليه بتاعه المراه ايه؟ ان ما تبقاش المراه زيها زي موبايل مثلا فجاه كده هو مش عايزه فرمان من البلكونه. يعني لا، ففجأة كده روح طالق اللفظ يطلقه، لا انت طالق خلاص. لا 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 لا، لازم يتربى ولازم يفهم الراجل ويبقى عارف ان لفظة انت طالق دي هتخلي زوجته دي بقت مش زوجته بقى خلاص والموضوع خلص. فلازم يفهم الموضوع ده ويحافظ عليه. هذا هو الذي يدعو اليه الشرع، يدعو الشرع الى ذلك. حتى الناس لما تختلف مع بعض تختلف بادب، تختلف بذوق، تختلف بذوق. حتى لما الزوج يبقى عايز يطلق زوجته يطلقها برضه بالذوق وبالادب، ما يبقاش الطلاق بالطريقه دي، ما يبقاش لفظ في دماغه، لا ده هو تغضب وتمشي وتقعد فتره وبعد كده يبدا يصلح. طب ما تصلحتش الموضوع، ما عملتش اللي هو عايزه، ما عملتش اللي هو عايزاه. يبقى لما الاثنين يقعدوا قدام المأذون وحتى بعد ما المأذون يكتب والاثنين يوقعوا، يبقى يلقي عليها يمين الطلاق.
طيب حاجة تنصحهم طيب يروحوا دار الإفتاء؟ في الحالة دي بقى أنا بنصح يروح شيخ قريب منهم، يعني أي شيخ مسجد قريب منهم، يقعد مع الزوج والزوجة فقط، يعني مش العيلة كلها، الزوج والزوجة يقعدوا الاثنين قدامه ويتحكي الموضوع قدام شيخ، يعني يكون هم يعني يثقوا في دينه وفي تعقله، يحكي لهم الموضوع حلو إن شاء الله. ليلى. السلام عليكم. أهلا بيك. عليكم السلام. اتفضلي يا ليلى. بصي حضرتك يا أستاذة، أنا عايزة بس أكلم الشيخ. اتفضلي. بصي حضرتك، أنا كنت كلمتكم من فترة وقلت لك ان انا كنت حامل قبل كده من سنه، وكان في بيبي وتوفى في الساكت، وان انا كنت حامل تاني برضو، وكنت حامل في بنت وكنت في الثامن. وطبعا بعد ما كلمت حضرتك بشهر ولا حاجه حصلت لي مشكله والبيبي توفت في بطني. فطبعا انا دلوقتي يعني حالتي النفسيه طبعا يعني فظيعه خالص، وانا مش عارفه اعمل ايه، لدرجه ان انا خايفه ان انا اخد الخطوه دي تاني، او خايفه ان انا احمل تاني. انت متجوزه بقالك قد ايه يا ليلى؟ انا كده بقالي 4 سنين، بس المرتين مخليني ان انا خايفه، ما بقتش اثق في اي دكتور، ما بقتش اثق في اي حد، لدرجه ان انا بقيت عماله اقول انا لو حملت تاني مش هثق ان البيبي دوت هيعيش تاني. مش ايه؟ انا مش عارفه دي ده حرام اللي انا بقوله ولا ايه، انا مش عارفه اعمل ايه. طبيعي انك تبقي كأم متضايقه وكده وتبقي قلقانه، ده طبيعي يعني، بس خلينا برضو ناخد راي فضيله الشيخ. اسماء. الو. اهلا يا اسماء، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ دعاء. اهلا بيك يا حبيبتي، اتفضلي. بقول لحضرتك انا كنت عايزه اسال الشيخ بس على حاجه، ممكن؟ اتفضلي. كنت عايزه اساله، والدتي كانت بتشكي من صدرها يعني، فراحت مستشفى بهية، فانا ندرت يعني لله لو ربنا ما طلعش يعني عندها حاجه وحشه هذبح خروف لله. والحمد لله ما طلعش عندها حاجه وحشه، بس انا ظروفي حاليا الماديه مقزمه معايا. هل يعني النذر دوت ينفع اعمله باي حاجه تانية، ولا لازم الخروف اللي انا نذرته؟ اي حاجه تانية زي ايه؟ يعني مثلا صدقه بسيطه، اي حاجه. يعني عشان كميه الخروف دلوقتي بقت غاليه، فانا ظروفي الماديه ضعيفه يعني. طيب ماشي يا سيدي. وفي سؤال تقال بعد اذنك. عندي في شقتي، انا لسه متجوزه بقالي سنه وكام شهر، كل شويه حاجه بتبص في شقتي، ففي ناس بيشوروا عليا بيقولوا لي اذبحي حاجه يعني على باب الشقه او حاجه زي كده. يا ريت الشيخ يقول لي اعمل ايه مثلا في موضوع ان في عين وحشه يعني جايه لي في شقتي وكده. طيب ماشي يا اسماء، شكرا ليكي. طيب خلينا نرد على ليلى. هي حبيبتي مات لها 2 بيبيهات، واحد في الشهر السادس وواحد في الثامن، وطبعا حالتها النفسيه وانا مقدره جدا، اي ام هتبقى منهاره وتعبانه ومرعوبه تقبل على الخطوه تاني، ومرعوبه بتقول لك ده حرام عليا، ولا تخرج من الحاله دي ازاي؟ هو طبعا النص القرآني، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. فنصيحتي الاولى ان هي تلتزم الاستغفار كل يوم 1000 2 3 لغايه 10000 مره في اليوم، لغايه ما يبقى حياتها كلها ذكر، كلها على بعضها كده استغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، على طول باستمرار فترات طويله جدا وارقام كبيره قوي. ده هيطلعها الاول من الحاله النفسيه اللي هي فيها مع قراءه القرآن او الاستماع الى القرآن، الاثنين مع بعض. بجانب ده بقى احنا محتاجين نرجع للعلم او للطب نشوف ايه اسباب السقط، يعني الولد بيموت يعني اكيد في اسباب لهذا، دي اسباب علميه. فنروح لدكتور يكون كويس مشهور بالكلام ده، انه فاهم في الكلام ده ومتخصص يعني، استاذ كويس، وناخد رايه في المساله دي. هيقول لنا شويه تحاليل وحاجات وبتاع، ونمشي الاجراءات، ممكن قد تكون مكلفه في بعض الاحيان، بس هنوصل للنتيجه او الاسباب التي ادت الى وفاه الجنين في بطن الام. لو عرفنا الاسباب وتعالجت الاسباب طبعا في اسباب كتير ومعروف الاجهاض المتكرر، ومليون ست عدت بالقصه دي. أيوة. عيالها بيلعبوا حواليها دلوقتي بالزبط. يعني مش قصدي اقول لك انه يعني بيسقطوا 3 مرات او يعني، لا. ان شاء الله تبقى كتير. مرتين وبس، وفي بيسقطوا مره، وفي يسقطوا مرتين، وفي يسقطوا بعد كده وبس، بيخلفوا يعني، ما تفقديش الامل، بيخلفوا. أيوه. عيالهم بيكبروا وما فيش حاجه. ايوه انا عايز يعني اطلعها من الحاله بالاستغفار وقراءه. صحيح. القران وسماع القران، تقرا او تسمع او تستغفر، يعني او تعمل الثلاثه مع بعض. تمام. تبقى بتقرا وبتسمع وبتعمل، نطلع من الحاله دي رقم واحد. رقم اثنين نروح للطب هيخلص يعني الموضوع. نمره ثلاثه تعقد النيه على ان هي تصلي كل يوم ركعتين افتقار وتقول يا رب انا عايز اخلف ويا رب انت اكتب لي الخير. ركعتين افتقار. يعني إيه؟ انا اعرف ركعتين صلاه حاجه، لا دول افتقار. ركعتين لله، انما ركعتين افتقار. افتقار يعني انا مفتقر الى الله في هذا، لان من بيده روح الجنين.
اللي هو بقى ايه يعني ايه ركعتين الخوف؟ يعني انا مفتقر الى الله سبحانه وتعالى، محتاج لربنا في دي يحل لي الازمه دي، لاني الارواح بيد الله مش بيد حد تاني. صحيح. السقط ده يعني موت، والموت ده يعني ربنا هو اللي خد روحه، مش حد تاني خد روحه، تمام كده؟ فانا بفتقر له، بقول يا رب انا مفتقر لك. هل الاطفال دي فضلت الشيخ تشفع لامهم ان هم طبعا والسقط والالم والتعب والوجع تشفع للام؟ كل طبعا دي شفاعات، وبرده رفع للدرجات، وهي مش عارفه الخير فين، يعني قد يكون هينزل ناقص، هينزل فيه مشكله، هينزل كذا، فربنا اختار له ده. يعني هو يعني دايما ربنا بيختار الافضل والاحسن، يعني هي لازم تبقى فاهمه ان ربنا اختار لها الافضل، وان هي حتى لو حمل التاني لا قدر الله وسقط التاني، فربنا برده اختار لها الافضل. فتقعد برده تعمل محاولات، لا تتوقفي عن محاولاتك، وخليكي في الاستغفار وسماع القران وقراءه القران، ونروح للطب ونعمل ده، ونصلي كل يوم ركعتين بالليل، نقول يا رب انا محتاجه اخلف، محتاجه كذا وكذا، زي ما ربنا زكريا قال، ربنا قال في القران كده، قال ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. يعني ربنا ذكر قصه سيدنا زكريا ونقلها لنا في القران عشان نقلد بيها ونعمل زي ما عمل الانبياء صلى الله عليه وسلم. طيب اسماء ندرت ان هي تتبع خروف وما معهاش فلوس الخروف، هو الخروف بقى بكام يا فضيله الشيخ؟ يعني بتاع 4-5 آلاف، بس احنا هنقول قدامها حلين. هو طبعا لازم لو هتنفذ يبقى لازم تتبع خروف. فالحل الاولاني ان هي تستنى لغايه لما الامور تتيسر معها، بعد سنه، بعد 2، بعد 5، بعد 10، تتيسر معها في يوم ما، تعمل بقى جمعيه، تحوش، تستثمر، تعمل اي حاجه لغايه ما تجيب مبلغ ثمن الخروف وتجيبه وتذبحه، يبقى هي كده وفت النذر الذي عليها. الحاله الثانيه اذا استحال ذلك، يعني حست ان الموضوع الرقم ده كبير قوي ويستحيل ان هي تنفذ ده، يبقى هتعمل على طول الحل الثاني اللي هو ان هي هتكفر عن يمينها كفاره يمين، زي الراجل اللي كان واقف في المسجد والنبي كان بيخطب، فقال لهم ده مين؟ قالوا ده فلان الفلاني، نظر ان لا يتكلم وان يقف في الشمس وكذا. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال مروه فليستظل وليجلس وليتكلم وليكفر عن يمينه، لان ده كان نوع من انواع النذر. ممكن قياسا على هذا نعمل دي، لكن اصبري سنه واثنين وثلاثه ما فيش مشكله، لغايه ما يتحقق معاكي ثمن النذر ده وتعمليه، لا حرج في ذلك. الناس تستنى لغايه ما يبقى معاها سنه 2-3-5 مش مشكله. لكن ده دين عليها، ولذلك قال الفقهاء بكراهته. مش بيبقى متحدد انه لو مش انا محدده، لو خفت هعمل طيب ماشي اوكي، الظروف دلوقتي مش متاحه. ما حدش قال حاجه، الظروف مش متاحه لما تتاح، لكن ده دين في رقبه، صار دين، يعني هو كان المفروض يتأدى دلوقتي. طب هي مش قادره تأديه، اصبح دين في رقبتها، لازم تسدده. وما ينفعش تبدله بحاجه ثانيه. لا 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 ما ينفعش، لازم تبقى وسط. طيب الحاجات اللي بتبوظ بقى في البيت، اللي مش عارفه العيال يقعوا والعيال يتخرشموا، يقول لك اذبحوا اذبحوا، دي دايما في لسان الناس، ودي النصيحه الاقرب لكل الناس، انه انت عملتي حادثه اذبحي، عربيتك مش عارفه ايه اذبحي. ده ما تصحيح. المسألة يعني ملهاش أصل قوي في الشرع فيما أعلم، يعني إني لما يحصل حاجة نذبح للبيت ونذبح للعربية لازم دم. لا يقول لك لازم دم. لا لازم الدم. أصل يعني إحنا ممكن نعمل يعني ده ملوش سند. لا ملوش سند فيما أعلم، يعني مع عمري ما قريت حاجة إن النبي قال لواحد مثلا اعمل كذا أو لا ما أعرفش. لكن مسألة الذبح دي هي نوع من أنواع التقرب، كنوع من أنواع النسك يعني. تمام. فهي زيها زي الصلاة، زي صلاة ركعتين شكر إن إحنا جبنا عربية كويسة، زيها زي لما أنا أتصدق صدقة لفقير وأدي له الحاجة، هي زيها زي. لا يعني حد يشتري عربية أو يشتري بيت أو يشتري كده ليس شرطا هذا الذبح، ولازم يعملوا كده وحاطين كده يعني يقوموا عاملين كده وحاطين في لا هذا من البدع التي لا ينبغي، وقد تكون من الامور الشركيه كما يرى بعض العلماء. موضوع ما لناش علاقه بده خالص، لان ده مساله تقرب الى الله سبحانه وتعالى. لكن الحقيقه بس انا عايز اقول حاجه، في حاجتين مش عايزين نركز فيهم قوي، مساله الحسد ومساله الرياء. لان لو الواحد هيفضل والرياء لو هيفضل تقول لي كل ما اجي اتصدق حاجه تقول لي اصل انت بتعمل كده رياء فانت مش هتعمل، ده مسالك الشيطان. لو كل حاجه هتحصل في بيتي يبقى نتيجه الحسد، اصل فلان حسد بنتي، اصل حسد مش عارف ايه بيتي، يبقى احنا كده مش هنعيش في حاجه، ولا هنبني بيوت، ولا هنعيش فيها، ولا هنركب عربيات كويسه، ولا هنعمل حاجه، ولا هنعمل اي حاجه خالص، ولا هنعدل في حاجه. الحسد ده ممكن يجي من الشخص نفسه، يعني انا ممكن احسد نفسي، ممكن احسد ابني، ممكن احسد بنتي، انا ممكن احسد، مش لازم يكون حد من بره. عجبني لقطه او شكل او حاجه البنت عملتها او حاجه، فانا اللي ممكن اعملها، مش لازم اللي قاعد معاه هو اللي عمل ده. ماشي كده. طيب ممكن يحصل نوع من انواع الحسد بكثره كلامنا عن بيوتنا، او بكثره كلامنا عن ابنائنا، واحد يفضل يقول ابني ده ما شاء الله وفيه وعليه وعمله سوا، فبيضايق الاخرين. ممكن واحد يرجع يقول ابني شقي وابني كذا، واحده قاعده او واحد قاعد ما بيخلفش، فعشان كده فيحسده. فعشان كده احنا بنقول ان احنا دايما لا نقول الا المعروف،
يعني الانسان لا يقول الا المعروف ولا يقول الا الكلام المطلوب. طيب بالنسبه للاخت بقى دي ارد عليها طبعا. يعني بس كل المطلوب في الموضوع ان هي بس تقرا القران، ممكن اول ما تصحى من النوم الصبح تقرا قل هو الله احد، قل هو رب الفلق، قل هو رب الناس، وتدفل في يدها وتمسح على جميع بدنها. ودي طيب. مساله سهله خالص. طب بس سؤال خلاص، يبقى احنا عرفنا انه الذبح مش حاجه ليها سند واضح وصريح، انما التصدق بنيه الحفاظ على الحاجه دي جائز. هو ده امر زيه زي بس الدبح. باي شكل، باي شكل، مش لازم الدبح. شكل الذبح يعني ممكن اي حاجه تانية. طيب علي. الو علي معانا؟ ايوه يا فندم. اهلا بحضرتك، اتفضل. عايز اكلم فضيله الشيخ بقى. معاك، اتفضل يا استاذ علي، رد عليه فضيله الشيخ. اتفضل حضرتك يا استاذ علي، سامع حضرتك. وطي التلفزيون بس وقول المشكلة على طول، السؤال على طول. ماشي، وطي التلفزيون. اتفضل. ألو، سامعين حضرتك، اتفضل. أنا مشكلتي عند المدام عندها غيرة شديدة جامد، كل ليه؟ يوم مشكلة. ليه بتعمل ايه عشان تخليها تغير قوي كده؟ ما اعرفش، انا كل يوم تلاقينا في مشكله كده من غير مشكله اصلا. انت عندك كام سنه يا استاذ علي؟ انا عندي 40. صغيرين يعني. طيب ومخلفين؟ الحمد لله معانا 3 بنات وولد. ما شاء الله، ربنا يخليهم لك. وهي بتغير ليه؟ انت بتعمل ايه عشان تغير كل شويه كده؟ والله انا معايا تاكس وشغال عليه. وارقام طبعا كلها اكتريت مثلا بنات وبتاع وكده. وتقول لي مين ده ومين ده، ما تعرفش بقى. ما انت لازم تقف للي اي حد بيشاور لك. ايوه، ما واخد بالي، بس انا عندي المدام هنا ما عندي غيره شديده يعني. والحل ايه طيب؟ مش بتطمنها؟ الحل انا عايز اشوف الحل. انت ما بتطمنهاش، بتقول لها ده انا ما بحبش غيرك وما بشوفش حد حلو زيك، ما بتقولهاش كده؟ ماشي، ما هو اكل العيش ده كده. طب بتاعي ده انا اعمل ايه طيب؟ طيب وهي المشاكل بتوصل لغايه فين يا استاذ علي؟ هي المشاكل ممكن اروحها بيت ابوها واقول لها ما تجيش تاني. كده على طول؟ طب يعني ما هعمل ايه؟ طب ما كل يوم في مشكله، طب ما ناكلش عيش يعني؟ وهي بتعمل ايه؟ هي بتعمل ايه؟ بتقول لك ايه وتاخر ليه وبتكلم مين وكده بس؟ فتقوم مروحها على بيت ابوها ولا هي بتعمل حاجه كارثه يعني فلازم تروحها على بيت ابوها؟ والله احنا كل ما نعمل مشكله تمشي تمام، بتدخلوا الناس، نرجع تقعد لها اسبوع وتفضل برضه نفس الحكايه هي. طب والمدام مش جنبك؟ جنب المدام. ما تديها لي كده. خدي كلمه. تعالي. مش عايز اتكلمك. ماشي، يبقى انت عامله مشاكل ليه؟ عامله مشاكل ليه؟ ما الراجل اهو بيتصل بينا. ماشي يا استاذ علي، هنرد عليك وهنكلمها. استاذ احمد. الو؟ اهلا يا استاذ احمد، اتفضل. ايوه يا فندم، اتفضل. انا عايز اكلم فضيله الشيخ بس. معاك، اتفضل يا فندم. حضرتك عايز اكلم استاذ. والله العظيم موجود يا جماعه، نقوله عليه. اتفضل. طيب انا كنت بس عايز اساله على حاجه بس. ايوه اتفضل، سؤال حضرتك. طيب انا حضرتك كان في خلاف بيني وبين مراتي وحلفت عليها مثلا بالطلاق، قلت لها عليا الطلاق ما تروحي معايا فرح عندي قرايبي، عشان كان في خلافات بيني وبينها. فانا يعني عايز اعرف من فضيله الشيخ ان الحلفان ده عامل فيه ايه؟ انت كنت نيتك ايه وانت بتحلف؟ لا، في نيتي ان انا عادي اللي هي هتروح تاني، بس بالنسبه للمشكله اللي كنا فيها حلفت عليها كده في مشكله. يمين كده، انت متعود على اليمين ده على الطلاق؟ ما انت رايحه على الطلاق، ما انت كده ولا لا؟ لا مش متعود، هي بس الحلفان ده اول مره. اول مره، او كان في نيتي ان انا برضو اوديها تاني، بس عشان كان في خلافات تانية فعملت لي حاجه قصاد حاجه استفزتني فحلفت الحلفان ده. طب وانت عايز ترجع في الحلفين؟ طيب ماشي يا استاذ احمد. طيب رد على علي الاول بقى، والمدام اللي بتغير وبيروحها عند اهلها. احنا تشوفوا، عايز اقول حاجه يعني.
احنا اذا كان واحد تزوج امراه بهذه الصوره معنى ان هي بتغير، يعني معناها انها بتحبه جدا ومرتبطه بيه ومتعلقه بيه. وفي كثير من الاماكن دي بتبقى الواحده ما هي ما شافتش اللي هو الراجل ده وما تعرفش اللي هو الراجل ده وما تحبش الا الراجل ده، فهي بتحبه يعني حبا شديدا. الحب الشديد هي ما تعرفش تعبر عنه او ما تعرفش تقوله الا عن طريق الاشكاليه اللي بتعمل، اللي هي الغيره اللي بتعملها، اللي هي الجحيم اللي بتعمله له في البيت بقى، مين بيكلمك مين بيعملك. فانا النصيحه هنا للاثنين، الاول الزوج ما يخفيش حاجه، يعني تبقى الامور كلها ظاهره. يعني مثال، لو الواحد قاعد في البيت والتليفون جاله بيرن، يفتح السبيكر الميكروفون يعني الصوت العالي، يعني يرد مين فلانه، ايوه مين حضرتك، عايزه ايه، عايزه 1 2 3. ما دام شخص واحده عاديه من الشارع ولا سائله ولا واحده عايزه خدمه ولا عايزه مشوار ولا عايزه حاجه، فاكيد الكلام هيبقى كله رسمي ما فيش فيه اي حاجه. صحيح. تمام كده. طب لو هو اخفى الاتصال يبقى هو فعلا انت بتعمل شيء مريب يستلزم ان احنا نقلق من خلال هذا الشيخ الكلام. الشيخ بيقول لكم افتحوا السبيكر، كل الرجاله كل الرجاله السبيكر. أيوة. وهي وهم بيتكلموا. عمري ما رديت على التليفون في البيت الا بالسبيكر. صحيح. واي امي ابويا بيكلمني، اختي اخويا، اي حد ان كان، السبيكر مفتوح والناس كلها سامعه اللي حواليا، ان شاء الله حتى معايا ضيوف. خلاص في البيت تعودت، يعني انا كل المكالمات اللي انا بتكلمها فضلت الشيخ كلها الناس سامعتها، كلها مفتوحه، البيت كله سامع، زوجتي وولادي كل البيت ماشي. سامع. انا ببقى عارفه سامعين الحوار كله كامله من اول لاخر. تمام. فالفكرة ان دي ليه بقى؟ عشان ندفع اي نوع من انواع الشبهة. معظم اتصالاتي مثلا، انا هو زيك اهو، كل معظم اتصالات سيدات، ما فيش رجالة اتصال، ما فيش حد بيسألني في الدين والكلام انت عارفه ده خالص، كلهم ستات. صحيح. فعلى طول مفتوح للسبيكر، هي بتسال سؤال، بتقول اللي تقوله، بتعيد تحكي زي ما عايزه تقول. حتى وان مالت في الكلام، يعني راحت شمال، محدش هيكلمك دلوقتي اهو، دلوقتي الستات محدش تقول لك انا صوتي مسموع والقصص. لا لا، محدش بيقول حاجه غلط، ما محدش بيقول حاجه غلط يعني. وبعدين ما هو مش معروفين، يعني مش معروف مين اللي بتتصل ولا فلان. المهم يعني انا عايز اقول ان لابد من دفع هذه الشبهه. أيوة. لان ما دام الموضوع هيبقى بالطريقه، حتى لو مالت في الاتصال، واحده ممكن تتصل بتهزر، ممكن في واحده يعني واخدها العشم فبتهزر، هي طبيعة حياتها كده. في ستات مش تقصد تهزر مع الشيخ، هي طبيعتها بتهزر كده. فلما بتلاقي الكلام مغلق او الكلام خلاص يعني احتد، فخلاص بتلتزم الجادة وتاخد الطريق السريع. فانا بنصحه بهذه النصيحة، ان انت خلي مكالماتك مفتوحة. يا سيدي لما تركب جنبك واحدة ولا تحس ان هي اسلوبها مايع في الكلام ولا بتاع، ما تديهاش رقمك. يعني حاول انت تحل مشكلتك بهذه الصورة وبهذه الطريقة. برضو على الزوجة برضو ان هي ما تخليش البيت جحيم بسبب الغيرة، يعني ما تخليش البيت كله بقى نار مولعة. الراجل شقيان يعني ورايح وبيشتغل، هو شايف ان ده شغله وان ده اكل عيشه وان ده ودي طبيعته، لا حرج في ذلك. فحاولي تتفوتي او تفوتي بعض الامور عشان الامور تتحل وتمشي وتبقى كلها ان شاء الله. تمام. احمد علي الطلاق مطروحي معايا الفرح عند قرايبي. علي الطلاق دي معناها ايه؟ يعني يلزمني طلاقك لو رحتي بدون اذني. يعني هي قصة محلولة، يعني واحد يقول لمراته علي الطلاق ما انت رايح الفرح، يعني ايه؟ يعني علي الطلاق ما انت رايح الفرح الا باذني. طب انا كنت زعلان ومتضايق، بعد شويه جت صالحته بقى وقالت له طب معلش وبتاع، قال لها خلاص روحي. اذا هو اذن لها. نفس الكلام لو رحت الفرح دي تبقي طالق، يعني لو رحت الفرح ده بدون اذني. طب لو رجع حب ياذن، لانه هو اللي مالك الحكم، هو اللي مالك الحكم ان يقول، هو المالك المنع وهو الذي يملك العطاء. طب مش يعني انت من شويه بتقول ما ينفعش نستخدم الطلاق كل شويه كده؟ لا ده وضعه، ده وضعه، انا بحل له مشكلته. بس انا بقول لك ايه، دي طريقته. لكن الطبيعه ان احنا ما انا بقول لك احنا كان الطلاق بنقول وقع ليه الطلاق على طول، لو قال انت طالق على طول وقع الطلاق ليه؟ عشان خاطر الناس تحافظ على لفظه الطلاق. لكن لما يقول عليها الطلاق، يعني ما يلزمني طلاقك لو رحت بلا اذن مني. طيب هل هي تعتبر حلفان ولا تعتبر ايه؟ لا لا معلش حاجه، ده ما خلاص توازن خلاص. لكن لو هي راحت بدون اذنه هنساله بقى نيتك كانت فين، ودي قصه دار الافتاء. حاجه عرفت بقى لو راحت، لكن هي ما راحتش وعايز يرجع في يعني اعتبرها لغو، لغو الحديث، ويرجع هو يوافق لها. يعني هي ما ينفعش تروح برضو الزوجه لما الجوز عارف عليها بالطلاق، ما تروح حته. تمام. ما تروحش الا لما هو ياذن. هو كده كده بيقول لك انا عايز اخدها واوديها لقرايبي وما اعرفش ايه، ياخدها ويروح. مش ما يستلزمش صيام ولا ثلاث ايام ولا كفاره ولا كده. العلماء كده كان بيقول يعني يعمل عليه كفاره كنوع من انواع التاديب، لكن هي ليس لها اصل في الشرع يعني. يعني هو يا قسم يا مش قسم، يعني يا يمين يا مش يمين. فلو كان يمين هيبقى يمين طلاق، ملوش علاقه بالحلفان بالله. لو يمين بالله يبقى ملوش علاقه باليمين الطلاق. يعني دي مسائل علميه، ما ينفعش انا اخلط في الموضوع. لكن لو جاني هو في المسجد ممكن اقول له تعالى 10 مساجينات عن كذا، كنوع من انواع التربيه يعني. أيوة. اتعبه كذا، لكن لا على الهوا لا، لازم اقول اصل الشرع بالظبط. فضلت الشيخ اشرف الفيل، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، منورنا دايما. احنا بعد الفاصل فقره مسجله، واشوفكم على خير بكره ان شاء الله. سلام عليكم.
بيكم مشاهدينا مرة تانية. الرجيم الهاجس الأساسي لكل ست تخينة أو جسمها حلو، يعني حتى لو جسمها حلو وبتخاف تتخن. والحقيقة هو يعني موضوع النظام الأكل أو الأكل عامة يعني بيشغل بال معظم الناس اللي على الكرة الأرضية، وفكرة إنه إزاي يعني أعيش حياتي مبسوط وباكل اللي أنا نفسي فيه بس من غير مدخن. دكتور خالد عبد العزيز ماجستير النباتات الطبية بكلية الصيدلة، أهلا بحضرتك يا دكتور معانا. أهلا بيكي وأهلا بكل الناس الحلوة اللي متابعينا. احكي لنا بقى كده، يعني لو أنا قررت عايزة أعمل رجيم أو عايزة أمشي على نظام صحي وفي نفس الوقت اللايف ستايل بتاعي مش مساعدني، عندي خروجات، عندي بخرج مع أولادي، بنقعد في مطاعم، عندنا مثلا أكل سمنة بلدي، عندنا يعني عندنا أكل كده أمي بتعمل أكل حلو في البيت، إزاي أعرف أحافظ على وزني في ظل كل ده؟ انت عارفة السؤال الشائع اللي دايما كل ست بتسأله لجوزها أو حتى الأم بتسأله لأولادها، هناكل ايه النهاردة؟ طبعا يعني ده السؤال الأساسي اللي دايما بنصبح الصبحية عليه. بس محدش فكر ان الاكل اللي احنا هناكله النهارده ده هيعمل ايه جوه جسمي. اي نعم هيبقى طعمه حلو، في سمنه كتير، في دهون كتير، هستمتع بالمذاق بتاعه، بس بعد ما يخش بقى جوه جسمي ايه اللي هيحصل؟ ما فكرناش ايه اللي ممكن تبعياته من الدهون اللي هتتراكم جوه جسمي. شكل جسمي هيبوظ، معدتي، الدوره الدمويه بتاعتي، ممكن اصاب بامراض كتيره قوي نتيجه الدهون دي. فخلينا نسال السؤال بشكل احلى، هناكل ايه النهارده يفيد صحتنا؟ ده دايما ونستمتع يعني نستمتع بيه برضو. ونستمتع بيه، في اكلات كتيره حلوه قوي ممكن ان احنا ناكلها بشكل صحي وفي نفس الوقت نستمتع بيه، ده اللي المفروض كلنا نفكر فيه. تمام. طيب بالنسبه للناس اللي عندهم مش شراهه، يعني نفسهم مفتوحه على طول ويضرب له 3 4 اطباق رز وياكل حاجه حلوه بعد الاكل وكده، دول يقدروا يقللوا كميه اكلهم ازاي؟ طب هو سؤالك حلو قوي، لان خلاص بقى منتشر قوي الفاست فود والناس اللي بتاكل اكلات كتيره، وبعد شويه بعد ما اكلت الاكل انا عايز احلي، وبعد ما احلي طب اشرب عصير، وبعدين يرجع ياكل تاني، فتلاقي كميه اكل كتيره قوي جوه معدته. في النهايه هو عايز يوصل لحته النشوه او السعاده بالطعام، ان هو انبسط ان هو شبع فبيوصل للمرحله ديت، وفي نفس الوقت خلاص هو قرر ان هو يخس، لازم الاول القرار يكون عنده. فاحنا النهارده ممكن نساعده عن طريق الالياف الطبيعيه الفايبرز، نقدر ان هو ياخدها شكل آمن تماما، ملهاش أي آثار جانبية، بالعكس هتفيده، فيها فيتامينز، فيها معادن، فيهاش سعرات حرارية إطلاقا، فبالتالي مش هتأثر على جسمه بسعرات حرارية زيادة. في نفس الوقت هتملاله المعدة اللي هو دايما عمال يحشيها أكل كتير عشان يحس إن هو خلاص شبع ويحس بالسعادة. فهتعمله دورين، هتشبعه الألياف الطبيعية، وفي نفس الوقت كمان مفيهاش سعرات حرارية، غير كده وكده هتديله فيتامينز ومعادن. جميل. طيب احنا معنا فيديو لدكتور مارك، ده استاذ تغذيه في جامعه نيويورك، خلينا نشوفه وحضرتك تعلق لنا على الفيديو ده. ماشي. Just take a look at all the good things that fiber can do for your body. First, you need fiber to keep you healthy from top to bottom, as well as to provide food for the healthy bacteria that work within you to promote health. But how can fiber actually prevent obesity and all the chronic diseases of aging? Well, it's actually quite simple. Fiber slows the rate at which the food enters your bloodstream and increases the speed at which food exits your body through the digestive tract. And that keeps your blood sugar and cholesterol in ideal balance and quickly eliminates toxins from your gut and reduces your appetite. Now, there's good science to back this up. Research shows that fiber can lower blood sugar as potently as some diabetes medications can lower cholesterol and promote weight loss. It's clear. Fiber is a great ally in the battle of the bulge, but it's also a hero in more serious battles. For example, one recent study showed how the gut bacteria make butyrate from eating fiber, and then they switch on an anti-cancer gene, which turns off colon cancer. In fact, fiber has been shown to reduce the risk of colon cancer by as much as a third, and breast cancer by almost 40%. It also lowers cholesterol and reduces the risk of heart disease by as much as 40%. If you have diabetes, adding fiber to your diet may even help you use less insulin. Plus, it's a great natural cure for constipation and irregularity. So, how much fiber do you need to reap all these benefits? Well, you should shoot for 30 to 50 grams a day. And the type of fiber is important too. Most people think that bran is the best type of fiber to eat.
But bran, or wheat fiber, is mostly insoluble and doesn't get digested. You see, think of it as more of a scouring pad for your intestines. That's good for getting you regular, but it's also something that can help tremendously with your health. You'll find soluble fiber in vegetables, fruit, beans, nuts, seeds, and most whole grains. The bacteria in your gut metabolize the soluble fiber, and that's when the benefits start. Soluble fiber can help lower cholesterol, your blood sugar and insulin, prevent cancer, balances your hormones, removes excess estrogen and reduces the risk of breast cancer. It makes vitamins and minerals, it provides food for the colon cells, and much more. اهلا بحضرتك تاني مره يا دكتور. تعليق حضرتك على كلامه وعلى الفيديو ده. طبعا دكتور مارك ممكن يكون معظم المشاهدين لاول مره بيشوفوه. دكتور مارك هيمن ده اشهر دكتور تغذيه في نيويورك في امريكا, وهو لخص السؤال اللي دايما كل الناس بتساله, هناكل النهارده؟ فبيجاوبكم على السؤال ده, احنا هناكل الياف طبيعيه. يعني كل الناس اللي بتشاهدنا النهارده لازم نركز اكتر على الالياف الطبيعيه. وابتدى ان هو يشرح الفوائد بتاعتها كلها, من انها بتنزل في الوزن, كمان بتقلل من نسبه الجلوكوز في الدم, فالناس اللي عندها سكر او اللي عندها هيستوري انها ممكن تصاب بالسكر. يعني مرض السكر من الحاجات اللي ممكن الطبيب يتنبأ بيها الشخص ان هو ممكن يصاب بيها. كمان لو ضغط الدم مرتفع, كوليسترول, الكانسر, السرطان اللي بقى منتشر كتير جدا النهارده, وبنسمع كل يوم بعد يوم عن حالات كتيره من الكانسر. فلازم نغير من عاداتنا الغذائيه, نتجه للالياف الطبيعيه. هتفيدنا كتير انها تقلل لنا حتى من نسبه الاصابه بالسرطان. جميل. طيب احنا طبعا على مدار حلقات كتيره حضرتك طلعت معايا واتكلمت على الالياف, احنا الحقيقه جالنا كميه اسئله يعني كبيره على صفحه البرنامج, كلهم عايزين يعرفوا يعني اسئله متعدده ليها علاقه شويه بالالياف. مثلا فريده بتقول ان ابنها عنده 11 سنه ووزنه معدي 80 كيلو, وبالنسبه للولد لسه جسمه بيتكون ومحتاج طبعا كل المعادن وكل الحاجات المفيده اللي في الاكلات يعني, فهي بتقول لك انا مش قادره احرمه, يعني مش قادره احرمه من الرز, من المكرونه, من الاكل. ده بالعكس الامهات بيفرحوا ان طول ما الطفل عمال بياكل هي فرحانه, هي بتبقى مبسوطه ان هو بيتغذى وبياكل اكتر. في النهايه بتقابل المشكله بتاعه الوزن الزايد. طبعا هو دلوقتي ما موجود حتى عندنا هنا في مصر الالياف الطبيعيه, موجوده في صوره باكت كيس معموله بطريقه النانو فايبرز, ودي طريقه ما دخلش فيها اي نوع من انواع الكيماويات خالص نهائيا, مركزه جدا. الكيس فيه حتى الكميه العالميه اللي هي بتبقى من 25 ل 30 جرام موجوده في الكيس, دي هتكفي وجبه. طبعا النوعين الموجودين للالياف الطبيعيه, في نوع للغدا ونوع للعشاء. طريقه التحضير بتاعته سهله جدا. بالنسبه للحاله اللي معانا عنده 11 سنه وزنه 80 كيلو, اتس بيست تشويس, الاختيار الامثل بالنسبه له هو الالياف الطبيعيه. لانه اولا بياخد حاجه طبيعيه ناتشرال جدا, كمان فيها فيتامينات ومعادن, فهو في مرحله نمو فهتساعده اكتر. الحاجه الثالثه والاهم ان جسمه فيه دهون, الدهون دي بتاثر على كل الدوره الدمويه الخاصه بجسمه. فبتلاقي دايما, وهو دلوقتي احنا في سيزون المدارس, دايما الطفل اللي بيعاني من زياده الوزن تلاقي تحصيله الدراسي اقل من الطفل العادي. والله ده اكيد. لان كل الدهون ده بسبب ايه؟ وزنه زايد, الدهون دي كلها بتاثر على الدوره الدمويه. انت عارفه ان المخ بيتحرك بالدوره الدمويه, القلب بيتحرك بالدوره الدمويه. عشان يقدر ان هو يستوعب النهارده الدوره الدمويه ما بتتمش بالصوره المثاليه. بعكس الطفل اللي هو وزنه مثالي. على فكره بمناسبه الموضوع ده, كانت دراسه اتعملت برضه في ماليزيا, كانت على الاطفال في سن المدارس, ولقوا ان كل 10 طلاب من ضمنهم 2 تخان تحصيلهم الدراسي اقل بالنسبه مقارنه بالاطفال اللي وزنهم مثالي. فبرضه ممكن تلاقي طفل ذكي جدا في الحياه ومامته تقول هو ذكي قوي قوي قوي, بس ساعه الدراسه مفيش تركيز, ما بيستوعبش, في خمول. والسبب في كده هو زياده الوزن اللي في الطفل. تمام. طيب معايا علا. ايوه اهلا بيكي يا علا. لو سمحتي ممكن اكلم الدكتور خالد؟ اتفضلي. اهلا وسهلا بيكي. اهلا وسهلا, ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله منورانا. انا بصراحه انا من دمياط وبشكرك على المنتج, منتج ما شاء الله كويس, انا جربته وجاب نتيجه وما فيش اي اعراض جانبيه خالص, بل بالعكس اداني طاقه واداني حيويه وبقيت اعرف امشي واروح واجي والبس. قولي لي بتاخديه بقالك قد ايه؟ خدتيه بقالك قد ايه وكان وزنك كام؟ انا كان وزني 110. دلوقتي وزني بقى 80.
بس منتج بصراحة أنا في وقت قد إيه يا علا؟ نزلتي في وقت قد إيه؟ في شهرين. ده كويس قوي. بس بصراحة الدكتور خالد أنا بشكره جدا. شكرا لله. وما شاء الله ربنا يبارك له، هو منتج ممتاز جدا وملوش أي أعراض جانبية خالص. طيب انا كنت عايز اعرف منك يا علا، يعني الناس اللي حواليكي بعد ما انت وزنك نزل اكيد كله كان عمال يسالك انت نزلتي وزنك ازاي، انت عملتي ايه؟ حصل وانا قلت لهم على المنتج اللي انا باخده. كنت بتاخديه كم مره يعني في اليوم يا علا؟ انا باخده مرتين. مرتين وقت الغداء والعشاء. كنت بتاكلي معاه ايه؟ بصي انا حضرتك باكل كل حاجه بس حاجات يعني ايه محدده مش زي الاول. الاول كانت عندي شعرها جنتري الاكل فالوقتي يعني ما شاء الله باكل كل حاجه بس حاجات قليله. هو شبعك يعني، هو وصلك لمرحله من الشبع فبقيتي تقللي الكميات. ايوه بس ما شاء الله انا بشكر الدكتور خالد. شكرا ليكي يا علا على المنتج وربنا يبارك له يا رب ويبارك لكم يا رب. شكرا يا علا، شكرا جزيلا. ويعني عقبال كده الناس كلها ما تخس، الاحساس بيبقى رائع بعد. عايزين نمشي في الشارع نبقى زي الصين كده كلهم رفيعين كده يعني، والله نشوف برضه هنا في مصر كده في الشارع نلاقي الناس كلها رفيعين ما نلاقيش حد تخين قوي. طيب احنا عندنا سؤال من استاذ مجدي، هو بيقول انه كان عنده مشاكل في المخ، كان بياخد جلسات كهرباء وبرضه الطلب منه ان هو يخس، وبيسال هل الالياف دي تتعارض مع فكره الجلسات والعلاج اللي بياخده؟ طبعا جلسات الكهرباء اشارات المخ بتبقى فيه زياده او نقصان، بياخد كميه ادويه كتيره ومختلفه وكلها بتشتغل على مراكز المخ. الدكتور النهارده عشان يخسس الحاله ديت يعني بيبقى حاطط بريكيوشنز وحاطط احتياطات كتيره جدا 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 قبل ما يقول له ياخد ايه عشان التخسيس. فعشان كده ابتدى حتى على مستوى العالم كله النهارده الحالات دي لانها كريتيكال قوي وما ينفعش فيها اي حاجه فابتدوا يدوها الالياف الطبيعيه. يعني ذا بيست تشويس بالنسبه لهم خد الالياف الطبيعيه. انت هتاخد منتج مش هياثر على اي دوام اللي انت هتاخده. تمام. ملوش اي تاثير على المخ اطلاقا. يعني مفيش اي حاجه بتروح للمخ من خلال الالياف الطبيعيه. شغلها كله في المعده. تملى محيط المعدة بتاعك، تحس بالشبع، وفي نفس الوقت كمان بتبتدي انها تنظم لك الدورة الدموية وتنظم لك معدلات البكتيريا النافعة اللي موجودة جوه جسمك او في المعدة انها تنميها اكتر وتعمل حاجة اسمها الكيمياء الحيوية في جسمنا. اللي هي بقى ايه الكيمياء الحيوية ديت؟ اللي هي بقى التفاعلات الحلوة الجميلة اللي احنا نلاقي عليها معدتنا منتظمة، نلاقي مفيش امساك، نلاقي في نفس الوقت الواحد مرتاح جسديا لان كل التفاعلات بتتم بصوره طبيعيه تماما. جميل. طيب احنا عندنا فيديو طريقه عمل الالياف، او يعني هو طبعا سهل يعني باكت وبيتحط في الميه، بس خلينا نشوف شكله بيبقى ايه بعد ما بيتقلب في الميه. الفيديو معانا. طيب ده بدايه احنا يعني هنخلي حتى تجربه صغيره، هنجيب كوبايتين فيهم نص كوبايه ميه، وهنجيب كيس الالياف الطبيعيه هو عباره عن الفايبرز زي ما قلنا كده معموله بطريقه النانو فايبر زي ما احنا شايفين. بنفضي الكيس في الكوبايه اللي هتبقى على ايدينا الشمال، وهنجيب كيس تاني هنفضيه في الكوبايه اللي على ايدينا اليمين. بمناسبه الكوبايه اللي على ايدينا الشمال احنا حطينا طبقه زيت فوق الميه. يعني ابتدى الميه وبعدين طبقه زيت وبعدين الفايبرز الالياف الطبيعيه. في الكوبايه الثانيه احنا حطينا ميه بس وحطينا عليها كيس الالياف الطبيعيه. بنبتدي ان احنا طريقه التحضير سهله زي ما حضراتكم شايفين، بنقلب لمده دقيقه او دقيقتين. هتوصل في النهايه ان الالياف الطبيعيه هتبقى لزجه او عامله زي السيريلاك بتاع الاطفال. طبعا عمليه التقليب ما بتاخدش وقت طويل، حوالي دقيقه تقريبا او دقيقتين. في الكوبايه الثانيه احنا زي ما احنا شايفين برضو نلاحظها اللي عندنا الشمال، الفايبرز ابتدت انها تجمع الزيت. خلي بالكم لان الفايبرز كان موجود كله كان واخد محيط الكوبايه، لا ابتدى كله ينكمش هو يجمع بعضه. وهنشوف ايه اللي هيحصل بعد كده في كميه الزيت اللي موجوده على ايدينا الشمال مع الفايبر. هو بياخد الزيت وبيعمل ايه؟ بينزل في الاخراج، وينزل عمليه الاخراج بالظبط. ده اللي هيحصل جوه جسمنا بالظبط، ان هو هياخد الدهون اللي بتتكسر والدهون الموجوده وهيخرجها بره الجسم. يعني ده اللي هي بتقلب الكوبايه ده عشان يبين ايه بقى؟ ده هنا بيبين اللزوجه، لزوجه الالياف الطبيعيه خلاص بقت لزجه. طبعا الكيس اللي احنا شفناه اتفتح على ايدينا اليمين ده فيه نوعين من الالياف جوه الكيس، والاثنين باودر مفيش كبسول. يعني في ناس بتفكر ان هو في نوعين، لا هو نوع واحد باودر، الكيس فيه النوعين اللي بيدوب في الميه واللي ما بيدوبش في الميه، الاثنين في نفس الكيس. شايفه هنا بقى نقط، بصي واخده الالياف، هي واخده الزيت وابتدت تنزل في الكوبايه من تحت. هنا في حاله انك انت سايبه خالص من غير ما تقلبه. من غير ما اقلبه. خدت هي منطقه الزيوت اهيت ونزلت
لقاع الكوبايه اسفل الكوبايه. طيب في ناس ممكن يبقى مضايقها انه محطوط على ميه بس، هل تقدر تحطه على زبادي، تقدر تحطه على عصير، يعني عشان يعمل بس اي فليفرز او اي اي حاجه كده احس ان انا باكل حاجه مع الالياف؟ طيب هي طبعا ممكن نحطه على حاجات كتيره قوي، ممكن نحطه على عصاير كتير، بس طبعا عصير البرتقال برضو دي معلومه مهمه لكل المشاهدين عشان احنا في سيزون البرتقال خلاص الشتاء، ما ناكلش برتقال بعد الساعه 5 وما نشربش عصير برتقال بعد الساعه 5. اشمعنى؟ لانه هيزود وزني مش هيقلل وزني. معقوله؟ لو انا شربته الصبح هيقلل وزني. البرتقال فيه فيتامين سي كميه كبيره جدا، فيتامين سي باور ترينك بيدي طاقه عاليه جدا. طبعا الجسم بيقدر ان هو بعد الساعه 5 او فتره بالليل بيخزنها في صوره دهون. فلو هنحضر الالياف بعصير البرتقال هيبقى بس الكيس بتاع فتره الغداء. اوكي. بالليل ممكن نختار عصاير ثانيه زي عصير الاناناس، ممكن عصير الكيوي، عصير الافوكادو، نقدر نحط عليه الالياف. طيب معايا ايه. الو. اهلا يا ايه. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا ايه، ازيك يا حبيبتي، ايه الاخبار؟ قولي لي ايه، انت استعملتي الالياف دي؟ ايوه. كان وزنك كام وخسيتي ولا لا؟ احكي لي. 103. 103 103 بقيتي 7 وكام؟ 97. 97. صوتك قربي صوتك. يا ايه، ده في وقت قد ايه؟ في اسبوعين اتنين. يعني نزلتي 6 كيلو. كويس قوي. عملتي ايه بقى احكي لي؟ مرتين في اليوم. تاخديها مرتين في اليوم. وبتاكلي معاها قبل الغدا ومره قبل العشاء. وبتاكلي معاها ايه بقى؟ عادي اي حاجه. بس الصوت بيقطع. طيب يعني المهم انه هي خست. ما سمعتش كتير. هي كان وزنها 103، خدت الالياف لمده اسبوعين، نزلت بقت 97 كيلو. كويس قوي. فكده نزلت 6 كيلو. لا يعني هل هي بتساعد انه الجسم ينزل بسرعه ولا بيبقى ايه اللي حصل عشان في وقت قليل كده تنزل العدد الكبير ده من الكيلوات؟ بس هو المتوسط لانقاذ الوزن عن طريق الالياف الطبيعيه، المتوسط العالمي اللي هو 6 كيلو في الشهر. في الشهر 6 كيلو. هي نزلت 6 كيلو دي ممكن تزيد وممكن تقل على اختلاف من جسم لجسم. يعني في اجسام ممكن انها تخس بسرعه، في اجهزه بتاخد اللي هي وقتها عقبال ما بتخس. احنا دايما نقول المتوسط في الشهر 6 كيلو. طبعا في نتائج تانية، يعني زي مثلا حاله ايه في اسبوعين خست 6 كيلو، ممكن تكون هي طبيعه شغلها بتتحرك كتير مع الالياف الطبيعيه، فابتدت انها تنزل في الاسبوعين دول تنزل ال 6 كيلو. جميل. طيب معايا هند سؤال تاني من هند، بتقول انه عندها مشاكل في الهضم وانها بتعاني من سوء الهضم ووزنها 89 كيلو، فهي بتسال هل الالياف هتزود مشاكل سوء الهضم دي ولا دي هند؟ طيب هند، انا بقول لك يعني خدي الالياف الطبيعيه وانت مطمنه تماما، بالعكس انت عندك مشاكل سوء الهضم، عندك مشاكل في المعده، الالياف الطبيعيه مش بس هتنزل وزنك، ده هتساعدك كمان انك تتعالجي من مشاكل سوء الهضم ومشاكل المعده. طيب منى عندها قولون عصبي، فبتقول انه القولون بيمنعوها انها تاكل حاجات معينه، ملوخيه مش عارفه ايه، فهي خايفه انه الالياف تبقى فيها حاجات يعني زي الخضروات من الحاجات الممنوعه يعني في حاله القولون العصبي، فراي حضرتك ايه؟ بالنسبه للقولون العصبي طبعا يعني احنا بنقول عصبي فهو بيجي من الحاله المزاجيه اكتر، وبيجي تمام. اكتر كمان مع بعض الاكلات اللي ممكن انها تهيج القولون العصبي. الالياف الطبيعيه لا خديها بامان تام، تلاقيش خالص، بالعكس انت حتى القولون العصبي اللي موجود عندك لما وزنك بينزل فكل ده بينعكس على الاشارات اللي رايحه للمخ او اعصاب المخ نفسها. ليه بقى؟ انا النهارده لما بخس انا مودي بيتحسن، بحس ان انا مبسوط، بحس ان انا خفيف. فبالتالي اذا كانت في حاجه بتقلقك او حاجه بتوصلك لمرحله الاكتئاب او العصبيه وده بينعكس في صوره القولون العصبي، لا هتلاقي مع الالياف الطبيعيه ان انسب طريقه ليك عشان تخسي هتبقى الالياف الطبيعيه، لان هتلاقي نفسك مع القولون العصبي بتهدي اكتر، وفي نفس الوقت لو انت بتاخدي علاجات مستمره للقولون العصبي لا جميل. كميه العلاجات كمان بتقل. اخيرا الالياف المفروض تتاخد وقت قد ايه؟ يعني العلبه اللي فيها الالياف دي بتقعد وقت قد ايه؟ وهل يكرروها ولا لا؟ طيب هو الالياف الطبيعيه عباره عن نوعين، نوع للغدا نوع للعشاء، كل علبه منفصله عن الثانيه. العلبه فيها 30 كيس. العلبه بتكفي لمده شهر. فيها 30 كيس للغدا و30 كيس للعشاء برضو بتكفي لمده شهر.
بستمر الوقت قد ايه؟ انا الوحيد اللي اقدر اقرر، الشخص اللي هو عايز يخس يعني يقدر ان هو يقرر انا هستمر عليها فتره قد ايه. انت عايز تخس كام كيلو مثلا؟ عايز تخس 10 كيلو 20 كيلو؟ تستمر عليها لغايه لما وزنك بيخس. ومجرد توقفها او اكملها او اوقفها مفيش اي مضاعفات ولا اي حاجه؟ لا مفيش اي مضاعفات تماما، بس احنا زي ما احنا قلنا ان انت طالما بدات في الالياف الطبيعيه كمل الكورس بتاعك في النهايه لغايه لما توصل الوزن اللي انت عايزه. ما تاخدش سطر وتمشي على سطر، يعني خليك دايما ماشي على خط مستقيم. دكتور خالد عبد العزيز، ماجستير النباتات الطبيه بكليه الصيدله، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا جدا لك. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، ونشوفكم على خير في الحلقه القادمه.